اختبار تراكمي رقم 9 حتى الدرس الثاني الوحدة الثانية. ركزوا يا أبنائي، ده من كراسة المعاصر، تقويم المستمر. السؤال الأول: إذا كان عمر خديجة الآن واي سنة؟ لأن عمرها منذ 10 سنوات، منذ يعني بنقص يا أولاد، يعني عمرها الآن كان واي سنة، يبقى من 10 سنوات يعني واي ناقص 10 سنة. ده سؤال أول. السؤال الثاني: المعكوس الجمعي للمقدار، عندي هنا 7a ناقص 2b زائد 9، عايز أجيب المعكوس الجمعي يعني أغير الإشارات كلها، يبقى سالب 7a زائد 2b ناقص 9. سالب 7a زائد 2b ناقص 9، دي الإجابة ج. سؤال 3: ناتج جمع المقدارين هو نقط. طيب إحنا هنجمع المقدارين، الأول هو 2x ناقص 4y زائد 6 مع المقدار الثاني اللي هو سالب 3x و 4y ناقص 6. هنستخدم بقى الإعداد والدمج، يعني أول حاجة هاخد 2x مع سالب 3x وقوس، وآخد السالب 4y مع موجب 4y بوقوس، بعد كده عندي 6 وسالب 6 جوه قوس. يبقى احنا استخدمنا خاصية الدال ودمج يا حبايبي، الدال ودمج. طب 2x ناقص 3x تبقى سالب x، سالب 4y زائد y تبقى بصفر، و6 ناقص 6 بصفر، يبقى انت عندك خاصية هنا المعكوس الجمعي. ماشي، المعكوس الجمعي او النظير الجمعي، سالب y تبقى y، 4y سالب 4y تبقى نظيرها 4y لما تضاف على بعض بصفر، و6 ناقص 6 بصفر. صفر زائد اي عدد بيديك نفس العدد، تمام، يبقى الناتج هيطلع ايه؟ سالب x. يبقى انت استخدمت هنا خاصية محايد الجمعي، تمام، يبقى الناتج سالب x. السؤال دي اجابتك بقى يا ولاد، خلاص. السؤال رقم 4: ناتج طرح المقدار 7y ناقص 6 من 3y زائد 7، يبقى 3y زائد 7 ده المطروح منه. هنطرح منه المقدار اللي هو 7y ناقص 6، يبقى انا عندي 3y زائد 7، السالب هتتضرب في المقدار ده تغير اشاراته، يبقى الاولى سالب 7y تتضرب في الثاني تبقى موجب 6. بعد كده يا ولاد هنعمل ابدال ودمج، اخد 3y مع سالب 7y، وبعدين اخد 7 مع مين؟ مع 6. فهمتوا؟ 3y ناقص 7y تبقى سالب 4y، 7 و6 كام؟ 13، الناتج سالب 4y زائد 13. سالب 4y زائد 13 الإجابة د. قطعتان من الجبن من نوع ما تحتويان على 240 سعر حراري، فما عدد السعرات الحرارية في 7 قطع من الجبن من نفس النوع؟ دي مسألة معدل يا ولاد، بنقارن بين عدد السعرات الحرارية رمز س وعدد قطع الجبن، تمام؟ يعني ده معدل. احنا عارفين يا ولاد طبعا ان التناسب عبارة عن تساوي نسبتين او اكتر او معدلين بنسب متساوية. يعني المعدل الاول كان 2 قطع جبن، عندي 2 قطع جبنة، 2 قطعة فيهم كم سعر حراري؟ فيهم 240 سعر حراري. طب المعدل الثاني عدد السعرات الحرارية عايز اجيبها، عاملها بالرمز اكس، الموجودة في 7 قطع جبن. يبقى انت قارنت بين عدد القطع وعدد السعرات الحرارية وعملت نسبة أولى ونسبة تانية وعملت التناسب. طيب عشان تجيب الاكس اللي هي عدد السعرات الحرارية، تعمل طرفين في وسطين، تضرب 7 في 240 على 2، 240 على 2 ف 120، يبقى 7 في 120، حط الصفر، واتنين في 7 ب 14، 4 واطلع بالواحد، 1 في 7 ب 7 ب 1 يبقى 8، يعني 840 سعر حراري. الإجابة إيه؟ ج، 840 سعر حراري. رقم 6: أي من مقاييس الرسم الآتية تكبير؟ تكبير يا أولاد يعني النسبة بين مقياس الرسم اللي هو بيساوي طول في الرسم أو الطول الحقيقي، النسبة بين الرسم إلى الحقيقي بتكون عدد أكبر من 1، تكبير يعني. طيب احنا بنكتب يا ولاد من اليسار لليمين، يبقى تاني مقياس الرسم يساوي طول في الرسم على طول الحقيقي. عشان تبقى مسألة تكبير يبقى الرسمة لازم تكون أكبر من الحقيقة، يعني الرسمة اللي أنت عاملها أكبر من إيه؟ من الحقيقة.
يعني البسط اكبر من المقام، يعني هنا هاخد 300 الى 1، دي الصح لان 300 اكبر من 1، لو قسمتهم على بعض دي 300. يا تاخد به. رقم 2، قام شخص بتوزيع مبلغ من المال على 3 اشخاص، اعطى الاول اكس زائد 7، واعطى الثاني 3 اكس زائد 1، واعطى الثالث 2 اكس ناقص 2 جنيه. اكتب في ابسط صورة المقدار الجذري الذي يعبر عن المبلغ الذي تم توزيعه. يبقى انت هتجيب المبلغ كله تجمع نصيب الاول اللي هو اكس زائد 7، والتاني 3 اكس زائد 1، والتالت اللي هو 2 اكس ناقص 2. بعد ما تصفي المسألة تجيب القيمة في أبسط صورة. طيب خد الإكس مع 3 إكس جوه القوس، وخد 7 مع 1، وبعدين اجمع. يبقى أنت خدت الإكس مع 3 إكس، لسه في كمان 2 إكس عندنا، تمام؟ شايف كده المسألة؟ يبقى الأول هياخد 7، هياخد إكس ماشي، والتاني 3 إكس، وهنا 2، يعني أنت بتجمع الحدود المتشابهة. فاهمين يا أولاد؟ يعني لسه عندك هنا كام؟ 2 إكس هتضاف كمان جوه القوس ده. نكتب تاني كده، المبلغ بيساوي هناخد نصيب الأول زائد نصيب التاني زائد نصيب التالت اللي هو 2 إكس ناقص 2. يبقى المبلغ كله بيساوي هاخد الإكس مع 3 إكس مع 2 إكس، وبعدين هاخد 7 مع 1 ناقص 2، إكس وتلاتة إكس 4 إكس واتنين يبقى 6 إكس. 7 × 1 8، 8 ناقص 2 بإيه؟ ب6. فاهمين يا ولاد؟ يبقى النصيب الأول زائد التاني زائد التالت اللي هو المبلغ كله بيساوي 6 إكس زائد 6 جنيه. طيب عند إكس سوى 10، يبقى المبلغ بكام؟ هعوض بقى مكان الإكس ب10، يبقى هنا 6 × 10 زائد 6 تبقى 16 زائد 6، يعني 22 جنيه. عوضنا على الإكس ب10، تاني يا ولاد 6 × 10 ب60، 60 زائد 10 ب66 جنيه، تمام؟ بالمبلغ كله 66 جنيه. خلاص كده يبقى 6 إكس معناها 6 في قيمة الإكس، 6 × 10 ب60 زائد 6، 66 جنيه. خلاص. السؤال اللي بعده رقم 3، استخدم خاصية توزيع لإيجاد ناتج 5 على 17 في 20 ناقص 5 على 17 في 7 زائد 5 على 17 في 21. هنا هنعمل ايه يا ولاد؟ هناخد الكسر المتكرر عامل مشترك اللي هو 5 على 17، فيبقى لي من الحد الاول 20، الحد التاني لما اخد 5 على 17 عامل مشترك يبقى 7، وهنا 5 على 17 بره يبقى 21. بعد كده باخد 5 على 17 عامل، طبعا يا ولاد اكتب اسم خاصية الكتب اللي هي التوزيع، 5 على 17 بره، يبقى انت هنا تفضل 20 ناقص 7 زائد 21، 20 ناقص 7 تديك 13، 13 تجمع عليها 21 يبقى 34، 34 تقتصر على 17 فيها الاتنين، 2 في 5 بكام؟ ب10، 10 على 1 فيها 10. مفهوم؟